بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي وكل محبي اللغة العربية أنا أخوكم عبد الرحمن الصابر وإنت بتسمعني الآن على قناة الدليل في اللغة العربية تانية ثانوي رب تكونوا بخير وسعادة النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج البلاغة ترم الأول للطلبة التانية ثانوي وان شاء الله باذن الله بعد الشرح ده مش هتحتاج اي حاجه شرح ومراجعه مع بعض. هطلع من الكادر خد سكرين شوت وهرجع لك على طول. منهج البلاغه في الترم الاول. بندرس ايه؟ بندرس احنا طبعا متفقين ان علم البلاغه مكون من ثلاثه اقسام. علم بيان علم بديع علم معاني طيب احنا في الترم ده بندرس ايه ما بندرسش حاجه من البيان البيان اللي هو عباره عن ايه تشبيه استعاره كنايه مجاز مرسل يبقى إيه لما يطلب منك صوره بيانيه تشبيه استعاره كنايه مجاز مرسل ما احنا بندرس ايه في الترم ده بندرس علم البديع بندرس منه بعض الاشياء بعض المحسنات وبندرس علم المعاني علم الايه علم المعاني بندرس من علم المعاني الايجاز والاطناب وبندرس من علم البديع محسنات معنوية ومحسنات لفظية يلا نبدأ بعلم البديع وبعد كده نشتغل في علم المعاني طيب ركز معايا على الصبورة عشان ما نضيعش وقت علم البديع قلنا علم البديع بينقسم معانا إلى قسمين قسم الأول محسنات معنوية ومحسنات لفظية علم البديع بيهتم بالإبداع تحسين اللفظ يعني ممكن يكون اللفظ بيدل على عباره معينه تمام بس انت عايز تخليه في افضل صوره عايز تخليه في احسن صوره فبتحطه في سياق فيه محسن بديعي فيه محسن بديعي يبقى المحسنات البديعيه في منها محسنات معنويه وفي محسنات إيه؟ لفظيه هنبدا بالمحسنات المعنويه وبعد كده نتكلم عن المحسنات اللفظيه المحسنات المعنويه هندرس فيها ايه هندرس فيها الطباق والمقابله والتورية تمام كده الطباق والمقابله والتورية. طيب يلا نبدأ بالطباق، الطباق هو الجمع بين لفظين متضادين في المعنى، اه كلمتين ضد بعض، يبقى الطباق عبارة عن إيه؟ كلمتين ضد بعض، كلمة ضد كلمة، تمام؟ طب إدينا مثال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذَّكَّر أو أراد شكورا. المثال اللي قدامك ده وهو الذي جعل الليل والنهار. خلفة لمن أراد لما أقول لك استخرج محسن معنوي أو محسن بديعي أبص أنا كده لقي الليل عكسه إيه؟ عكسه النهار يبقى هنا بينهما طباق بينهما إيه؟ طباق طيب الله تعالى قال أو الله تعالى يعطي ويمنع الله تعالى يعطي ويمنع آه عطاء ومنع يبقى العطاء ضد ليه؟ ضد المنع طيب بس لو تركز هنا في الأول الليل والنهار اسمين صح؟ يبقى هنا جرى بين اسمين. طب في المثال الثاني الله تعالى يعطي فعل مضارع ويمنع فعل مضارع يبقى الطباق قد يجري بين اسمين، قد يجري بين فعلين، قد يجري بين حرفين او ممكن يكونوا مختلفين. ولهن مثل الذي عليهن، لهن وعليهن بينهما طباق كلمتين ضد بعض، له وعليه ولهن مثل الذي عليهن يبقى الطباق جمع بين كلمتين متضادتين في المعنى. تمام كده؟ طيب قد يجري بين اسمين الليل والنهار بين فعلين يعطي ويمنع بين حرفين له وعليه وممكن يجري بين اسم وحرف عادي او اسم وفعل تمام. رقم آه طيب الطباق انواعه الطباق بنقسمه الى نوعين، بنقسمه الى نوعين، النوع الاول طباق اسمه طباق ايجاب، والنوع الثاني اسمه طباق سلب. طب يعني ايه طباق ايجاب ويعني ايه طباق سلب؟ طباق الايجاب معنى الكلمه وعكسها يعني معنى وعكسه زي مثلا تكلم المعلم وصمت التلميذ فين الكلمتين اللي ضد بعض تكلم وصمت ضد بعض تمام كده طيب لو تركز في الكلمتين دول هتلاقي تكلم تعطي معنى الكلام والصمت عكسها يبقى المعنى وعكسه اقول طباق ايجاب ومن يضلل الله فما له من هاد يضلل وهاد الضلال والهدايه كلمتين عكس بعض يبقى كلمه تعطي معنى والكلمه الاخر تعطي معنى عكس هذه الكلمه الاولى ده اسمه طباق ايه؟ طباق ايجاب طيب طباق السلب طباق السلب عباره عن كلمه ونفيها كلمه هي ونفس الكلمه بس بنفيها أو كلمة فيها أمر وكلمة فيها نهي. ويتضح الكلام بالمثال. لا يستوي الطالب الذي يذاكر والذي لا يذاكر. آه ركز في المثال ده. فين الكلمتين اللي ضد بعض هنا؟ لا يستوي الطالب الذي يذاكر والذي لا يذاكر. يبقى أنت عندك يذاكر ولا يذاكر. عكس بعض، صح؟ يذاكر ولا يذاكر. بس الكلمة واحدة أمال العكس ده جاء منين؟ جاء من السلب، جاء من النفي. لا يستوي الطالب الذي يذاكر والذي لا يذاكر، هو الكلمة واحدة اللي هي المذاكرة. بس نشأ العكس والمطابقة بين الكلمة الكلمتين أو الطباق بين الكلمتين من خلال سلب هذه الكلمة أين فيها تمام كده؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، طباق سلب، ليه؟ لأن كلمة يعلمون واحدة. بس انا عندي يعلم ولا يعلم ضد بعض من خلال سلب الكلمه آه معناها الاول لذلك نقول عليه طباق سلب خذ الكتاب ولا تاخذ الحقيبه شوف الكلام فين الكلمتين اللي ضد بعض خذ ولا تاخذ طيب اسم الطباق ايه ده طباق سلب لان الاخذ هو هو نفس الكلمه بس مال ايه الطباق نشا ازاي نشا من سلب المعنى خذ امر لا تاخذ نهي يبقى باختصار شديد طباق السلب يعتمد على كلمة ونفيها أو أمر ونهي يعلم لا يعلم خذ لا تأخذ يبقى كلمة ونفيها أو أمر ونهي أقول عليه طباق سلب طيب ما الطباق الإيجاب وهو الذي جعل الليل والنهار الليل كلمة والنهار كلمة أخرى عكسها يبقى ده اسمه طباق إيجاب يعني نشأ الطباق من معنى وعكسه مش من ايه مش من نفي الكلمة او الامر والنهي زي مثلا تكلم المعلم وصمت التلميذ تكلم وصمت الكلام عكسه الصمت مش الكلام وعدم الكلام لو الكلام وعدم الكلام كنا قلنا طباق سلم لكن الكلام والصمت يبقى طباق ايه ايجاب إيه؟ إيه؟ سهل ولا صعب طباق فيهوش اي مشكلة بس كل اللي انا عايزك تعرفه ان الطباق يجري بين كلمة وعكسها كلمة وإيه وعكسها عشان هنفرق بينه وبين المقابلة طيب العلماء قالوا قد يجري الطباق بين الألوان بطباق معنوي زي المثال قول الشاعر ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الوادي صفرة الجاد صفرة وحمرة هو الأصفر عكس الأحمر مش عكسه ولا حاجة الأصفر والأحمر مفيش تضاد بينهم بس أحيانا المثال يبين لك من خلال المعنى أن الأصفر هنا يعني إنسان مريض والأحمر هنا يعني إنسان إيه؟ إنسان صحيح فنقول بين صفرة وحمرة بينهما طباق معنوي نشأ من المعنى لأنه ليس هناك تضاد بين الألوان لكن نقول بينهما طباق من خلال معنى البيت تمام؟ يبقى طباق الإيجاب وطباق السلب والطباق هو الجمع بين لفظين متضادين طب يلا ندخل على المقابلة أثر الطباق هقول لك عليه دلوقتي الطباق يوضح المعنى ويؤكده الطباق يبرز المعنى ويؤكده لما اجيب لك هو الذي جعل الليل والنهار تعبير بيوضح المعنى لما اجيب لك الكلمه وعكسها بيوضح لك هذا المعنى لذلك لما يطلب منك الطباق واثره اقول له او الغرض منه اقول له ايه؟ طباق يبرز المعنى ويوضحه ويؤكده تمام؟ يبقى ده اثر الطباق طب المقابله المقابله الجمع بين جملتين الجمع بين ايه؟ بين جملتين كل منهما عكس الاخرى الجمع بين جملتين كل منهما عكس الاخرى اه طب ما انت لسه قايل لي دلوقتي كلمه وعكسها ما هو هنا كلمه وعكسها وهنا جمله وعكسها تمام يبقى المقابله الجمع بين المعاني المتناسبه جمله كده فيها معاني مش ضد بعضها بس الجمله دي كلها على بعضها عكس جمله تانية يبقى اقول عليها مقابله طب ركز معايا كده الكريم يعطي والبخيل يمنع الكريم يعطي والبخيل يمنع بينهما مقابلة تمام؟ بس انت هتيجي تسألني دلوقتي تقول لي تقول لي طب ما هو الكريم عكس البخيل ويعطي عكس يمنع طب تعالى كده ناخد الجملة الأولانية الكريم يعطي هل الجملة الأولانية دي فيها مقابلة فيها طباق الكريم يعطي هل الكريم ضد عكس يعطي مش عكسها صح اه يبقى دي جملة على بعضها طب الجملة التانية البخيل يمنع جملة على بعضها يبقى انا عملت هنا معنيين مع بعض متماشين مع بعض عكسهم معنيين تانيين يبقى انا قابلت بين جملتين كأني طبقت طب الجملتين على بعض يبقى أنا هنا قابلت بين جملتين آه لان الكريم عكس البخيل ويعطي عكس يمنع لكن دي جملة على بعضها عكس جملة على بعضها يبقى اقول عليها مقابلة طب لو ما كانش فيه في في الكلام كله الا الكريم والبخيل اقول طب لو لقيت معنيين هنا عكس معنيين هناك هتقول مقابله، وده فرق مهم جدا بين الطباق والمقابله. لقيت كلمه عكس كلمه بس تقول طباق، طب لو لقيت كلمه هنا وليها عكس هنا، ولقيت كلمه هنا وليها عكس هنا يبقى اقول عليه ايه؟ مقابله. وده الفارق المهم جدا بين الطباق والمقابله لان المقابله جمع بين جملتين والطباق جمع بين كلمتين يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث شفت يحل ويحرم اه واحد يقول طباق طب ركز شوف الاول يحل لهم وعليهم اه لهم ضد عليهم طب الطيبات عكس الخبائث اه ده ثلاث كلمات عكس ثلاث كلمات يبقى اقول على طول مقابله قال الشاعر على رأس عبد تاج عز يزينه وفي رجل حر قيد ذل يشينه أو يشينه أو ركز كده على رأس عبد رأس عكسها رجل على الأول عكسها فيه رأس عكسها رجل عبد عكسها حر تاج قيد عز ذل يزين يشين يبقى هنا كلمات كتير جدا عكس كلمات كتير جدا في المعنى الاخر ممكن اطبق الجملتين على بعض واقول عليهم ايه؟ مقابلة يبقى قابلة بين الجملتين والمقابلة دي بتعطي معنى بديع علم بديع محسن بديعي يبرز المعنى ويوضحه ويؤكده حاجة سهلة جدا وما فيهاش أي مشكلة يبقى الطباق جمع بين كلمتين طب المقابلة شبه الطباق بس بين جملتين وليس بين كلمتين تمام كده وبرضو المقابلة الغرض منها توضح المعنى وتؤكده طيب يلا ناخد بقى رقم ثلاثة التورية اه ايه هي التورية بقى عايزك تركزي شوية في التورية التورية عبارة عن كلمة لها معنيان يعني. كلمة ايه لها معنيان يعني. احدهما قريب ظاهر غير مراد والاخر بعيد خفي هو المراد يبقى التورية عبارة عن كلمة كده هتشوفها في بيت الشعر أو في غير بيت الشعر كلمة كلمة دي لها معنيين لها كم معنى؟ لها معنيين في معنى قريب أي حد يشوفه هيحس إن هو ده المعنى ده غير مراد اسمه معنى قريب غير مراد ومعنى مش ظاهر أو معنى بعيد هو ده المراد خفي لذلك أنا قلت تورية خبيت المعنى المراد خبيت المعنى المراد يعني الشاعر عمل حركة كده خبى فيها المعنى المراد طب ايه الفائده من التوريه؟ التوريه بتخرج الانسان من اي مأزق، مش احيانا حد يجي يسألنا يقول لنا انت قلت ليه الكلام ده؟ اقول له انا ما كنتش اقصد بالكلمه دي انا ما كنتش اقصد المعنى اللي وصل لك، يعني معنى ذلك الكلام اللي انا قلته يحتمل معنيين، هي دي التوريه في اللغه العربيه، يبقى التوريه عباره عن كلمه ممكن تحتمل اكثر من وجه بتخرج الانسان من اي مأزق واحيانا هنا بتستخدم في معنى بلاغي بديع بنسميه التوريه. طب ورينا الكلمه اللي ليها معنيين دي ايها المعرض عنا حسبك الله تعالى هنا الراجل ده بيكلم صديقه اللي هو اعرض عنه او بيكلم حد اعرض عنه يعني مش بعيد عنه عايزه عايزه يقرب منه تمام فبيقول له ايها المعرض عنا ايها المعرض عنّا اللي بعيد عننا حسبك الله يعني يكفيك تعالى دايما لما بنقول الله دائما حينما نقول الله بنقول بعدها ايه؟ الله تعالى يعني الله تقدس وارتفع وعلا تمام؟ يبقى كلمة تعالى ملازمة لكلمة الله دائما لأن احنا بنقدس الله سبحانه وتعالى لكن هنا يقصد الشاعر بكلمة تعالى يعني أقبل يعني أقبل لذلك كلمة تعالى هنا أي حد هيشوفها يقول الله تعالى لكن الشاعر ما يقصدش تعالى بمعنى تقدس وارتفع ما يقصد ايه؟ يقصد أقبل لذلك هنقول تعالى كلمة فيها تورية كلمة فيها تورية ليه؟ لأن لها معنيان يعني المعنى الأول على وارتفع وتقدس والمعنى الثاني تعالى بمعنى أقبل بمعنى أقبل وهو المراد طب تيجي أنت تقول لي طب أنا أعرف منين المعنى المراد والمعنى المش مراد من خلال هو الشعر يقصد إيه؟ مش حاجة ثابتة على حسب ما يقصد الشعر الشعر يقصد كده هو من البداية واضحة أيها المعرض عنا حسبك الله تعالى يعني أقبل بس أنت حطلنا الله جنب تعالى عشان يتوهم الإنسان إيه إن, إن الله تعالى يعني تقدس وارتفع ودايما الشاعر بيبقى عايز يخبي المعنى المراد تمام يبقى تعالى هنا على وارتفع أو أقبل يبقى يقصد الشاعر أقبل أقول على ده معنى قريب غير مراد وده معنى بعيد وقلنا المعنى البعيد هو اللي مراد طيب تعالى ناخد المثال اللي بعد كده أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة دعوني فإني آكل العيش بالجبن الراجل ده بيقول لما الحرب قامت بيقولوا له آه تعالى حارب معانا أقول وقد شنوا إلى الحرب غارة يعني الحرب بدأت تشتعل دعوني راجل كان جبان دعوني فإني آكل العيش بالجبن سيبوني في حالي ماليش أنا في الحروب يبقى هو يقصد إيه؟ دعوني فاني اكل العيش بالجبن ايه الكلمه اللي ليها معنيين التورية بتبقى الكلمه بتحسها بتحس ان الكلمه ليها ايه ليها معني دعوني فاني اكل العيش بالجبن كلمه الجبن اه كلمه الجبن هنا كلمه لها معنى يعني يبقى فيها تورية المعنى الاول الطعام الجبنه اللي احنا بناكلها والمعنى الثاني الجبن اللي هو الخوف طب هنا كان بيتكلم عن ايه عن الحرب وسيبوني في حالي يبقى بيتكلم عن الجبنه اللي بناكلها ولا بنتكلم عن الخوف؟ بيتكلم عن الخوف لذلك المعنى المراد اللي هو الخوف اللي هو المعنى البعيد والمعنى القريب اكل العيشة بالجبن وحط لنا جنب جنب كلمه الجبن العيشة عشان يوهمنا بالمعنى اللي هو مش عايزه تمام؟ سهله دي ولا صعبه؟ طيب السؤال الطبيعي يا مستر انا بقرا بيت الشعر مش بفهم فيه حاجه مش بفهم فيه ايه؟ حاجه. اطلع التوريه ازاي؟ حاول تركز مش لازم تفهم البيت كله، مش لازم تفهم البيت كله. حاول تدور على الكلمه اللي فيها معنيين، يعني حاول تبحث عن كلمه فيها معنيين في البيت، تمام؟ بحثت عن الكلمه اللي فيها معنيين وعرفت ان الكلمه دي ممكن يبقى معناها كذا وممكن يبقى معناها كذا. طيب، بعد ما تعرف الكلمه اللي هي فيها توريه او تحسها، روح لاول البيت، شوف الشعر عايز يقول ايه؟ يعني مثلا كلمه الجبن هنا. كلمة الجبن أنا حسيت إن كلمة الجبن مش فاهم البيت كله، بس حسيت إن كلمة الجبن فيها معنيين، يا إما جبان يا إما طعام. أروح في, في أقول روح في, في الأول كده وقد شنوا إلى الحرب غارة دعوني فإني آكل العيش بالجبن، يعني سيبوني ده أنا إيه؟ مش عايز حرب يعني إنسان جبان، يبقى أنا كده استنبطت المعنى المراد من خلال مش شرط أكون عارف كل كلمة في البيت، أتخيل الأول الكلمة اللي فيها تورية وأحسها اشوف المعنيين اللي فيها بعد كده اشوف البيت ماشي ناحيه ايه هلاقي نفسي طلعت التوريه بكل سهوله ويسر تمام كده وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظما للسواد من عين شمس الشاعر هنا كان البلد بتاعته عين شمس طيب هنا بيقول ايه وهفى بالفؤاد في سلسبيل يعني انسان بيحن الى بلده مصر الشاعر هنا بيحن الى بلده مصر ظما للسواد من عين شمس سواد العين ظمأ للسواد يعني بيشتاق إلى سواد العين ويجي واحد يقول من عين شمس اه يبقى هنا سواد العين كلمة فيها تورية يبقى كلمة عين دي فيها ايه؟ فيها تورية هل يقصد بها سواد العين العادي؟ ولا يقصد بها ضواحي عين شمس؟ الشاعر هنا بيقصد ايه؟ ما كلمة عين شمس عين ممكن يقصد بها العين اللي هي العادية سواد العين اللي هي العين العادية وممكن يقصد بها عين شمس لانه حطينا بعد كلمه عين شمس وده مكان ضواحي مش هيفهمه الا حد من مصر مش اي حد هيفهمه طب هنا الشعر كان بيحن ايه بيحن الى ضواحي عين شمس لانه كان من القاهره لذلك المعنى المقصود هو ضواحي عين شمس اللي هو المعنى البعيد وسواد العين هو المعنى الخفي امثله كتير على التورية سهله جدا شرحناها في في الحصه اللي فيها امثله فيها امثله كتير جدا غير الامثله ديت وسهله جدا وما اي مشكله المهم شوف الكلمة اللي فيها تورية حاول تركز أكتر تعرف الكلمة اللي فيها تورية والدنيا هتبقى تمام معاك إن شاء الله. طيب أمال إيه سر جمال التورية؟ سر جمال التورية تثير الذهن، بتخليك إيه؟ تشغل دماغك وتجذب الإنتباه، فسر جمال التورية تثير الذهن وتجذب الإنتباه، سر جمال الطباق يوضح المعنى ويؤكده، سر جمال المقابلة توضح المعنى وتؤكده، التورية تثير الذهن وتجذب الانتباه ركز معايا عشان ناخد المحسنات اللفظيه. المحسنات اللفظيه خدنا مع بعض المحسنات المعنويه طباق مقابله توريه وهناخد دلوقتي المحسنات اللفظيه هطلع من الكادر خد سكرين شوت وهرجع لك على طول. المحسنات اللفظيه هندرس ايه في المحسنات اللفظيه؟ هندرس الجناس السجع التصريع الازدواج حسن التقسيم تمام كده طيب هنبدا بالجناس الجناس عباره عن تماثل كلمتين يعني كلمه زي كلمه اه طيب وليه المشكله الكلمتين زي بعض في اللفظ بس مختلفين في المعنى ده اسمه ايه اسمه جناس كويس كده طب ممكن الكلمتين ما يبقوش زي بعض بالظبط قريبين من بعض في اللفظ اقول برضو ايه؟ جناس، لذلك لما اعرف الجناس اقول تماثل كلمتين او تقاربهما في اللفظ مع اختلافهما في المعنى. ادينا المثال: أرضهم ما دمت في أرضهم. أرضهم ما دمت في أرضهم. فين الكلمتين اللي زي بعض؟ أرضهم وأرضهم. بس أرضهم الأولى بمعنى وأرضهم التانية بمعنى. أرضهم ما دمت في أرضهم يعني رضيهم ما دمت في أرضهم يعني في بلدهم أو في أراضيهم يعني في المكان بتاعهم يبقى أرضهم الأولى وأرضهم الثانية بينهم جناس تمام ليه؟ لأن الكلمة زي الكلمة بالظبط في اللفظ لكن مختلفين في المعنى طيب الجناس ليه نوعين عندنا نوع اسمه جناس تام والنوع الثاني اسمه جناس غير تام أنا منسق لك السبورة تنسيق ممتاز بحيث المعلومه تفضل في دماغك ان شاء الله مش هتنساها عندنا النوع الاول جناس تام وجناس غير تام الجناس التام الكلمه زي الكلمه بالظبط في كل حاجه يعني في كل حاجه يعني في اربع حاجات نوع الحروف زي بعض عدد الحروف زي بعض ترتيب الحروف تشكيل الحروف اربع حاجات متوافقين فيهم الكلمتين اقول عليهم جناس تام نوع الحروف وعدد الحروف اثنين عين تشكيل الحروف وترتيب الحروف اثنين ت يبقى اثنين عين واثنين ت طيب كلمتين زي بعض في نوع الحروف وعدد الحروف وترتيب الحروف وتشكيل الحروف طب ادينا مثال ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه ويوم تقوم الساعه ما لبثوا غير ساعه كلمتين زي بعض ولا مش كلمتين زي بعض؟ كلمتين زي بعض يبقى الكلمتين دول فيهم جناس بينهم جناس طيب ويوم تقوم الساعة يعني إيه؟ يعني يوم تقوم القيامة يبقى الساعة الأولى المراد بها يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة يوم القيامة الم... المجرمون هيقسموا هيقولوا ما لبسوا غير ساعة اللي هي 60 دقيقة يبقى أنا عندي ساعة الأولى لها معنى وساعة الثانية لها معنى آخر يبقى ده اسمه إيه؟ جناس طب أنا عايز أعرف هو جناس تام ولا جناس غير تام لو لقيتم متوافقين في الأربع حاجات اللي قلت عليهم، نوع حروف عدد حروف، 2 عين. تشكيل حروف، ترتيب حروف، 2 تِ. طيب، تعال نشوف كده نوع الحروف، ويوم تقوم الساعة س وألف وعين وته س وألف وعين وته يبقوا متوافقين مع بعض. عدد الحروف دول أربع حروف ودول أربع حروف. ترتيب الحروف السين جاي بعدها ألف جاي بعدها عين جاي بعدها تِ، سين ألف عين تِ، مترتبين زي بعض. تشكيل الحروف دي زي دي في التشكيل. ساعة على فتحه الساعه السا... السين هنا عليها فتحه سين هنا عليها فتحه الالف هنا ساكنه الالف اه متوافقين في تشكيل الحروف توافق في الأربع حاجات اقول جناس تام تمام كده طيب, طيب. وسلى مصر هل سأل القلب عنها اسال مصر هل سلى يعني هل غفل القلب عنها يبقى انا بين كلمه سلا وسلا بينهما جناس سلى مصر يعني اسال مصر يبقى سلى الاولى بمعنى اسال وسل الثانية بمعنى هل سلى القلب عنها يعني هل غفل القلب عنها يبقى سل الأولى وسل الثانية بينهما جناس نوع جناس تام ليه؟ لأنه توافق توافقت الكلمة الأولى مع الثانية في الأربع حاجات اللي قلنا عليهم طب الجناس غير التام الجناس غير التام لو سقطت واحدة من دول أقول جناس غير تام يعني نوع الحروف اختلف في حرف واحد أقول جناس غير تام طيب تشكيل الحروف اختلفوا في حاجة بسيطة واحدة منهم بس تقع يبقى أقول على طول إيه؟ جناس إيه؟ جناس غير تام أو جناس ناقص، الإتنين بنفس المعنى. طب إدينا مثال: ليل دامس وطريق طامس. كلمة دامس وطامس بينهما مجانسة واضحة، بين الكلمتين مجانسة، دامس وطامس، إختلفوا في إيه؟ دال وطه. إختلفوا في نوع الحروف، يبقى أقول إيه؟ جناس غير تام. طب دوام الحال من المحال، دوام الحال حال ومحال اه يبقى هنا عندي عدد الحروف حال دول ثلاث حروف محال زودنا ميم يبقى عدد الحروف اختلف في احدى الكلمتين يبقى اقول ايه جناس غير تام بس انا عايزك تاخد بالك من نقطه مهمه فعدد الحروف ممكن ازود حرف ويبقى جناس ممكن ازود حرفين ويبقى جناس طب زياده عن الحرفين ما يبقاش جناس يبقى كلمه مختلفه عن الكلمه يعني ممكن كلمه وكلمه تانية بينهما جناس كلمه اكتر من اكبر من الثانيه بحرف اكبر من الثانيه بحرفين لكن زياده عن كده ما عادش ينفع ما يبقاش جناس تمام بين الجوى والجوانح يبقى زاد عنها بحرفين وما ما ينفعش انه يزيد زياده عن حرفين اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا استر عوراتنا وامن روعاتنا، لو تركز في كلمة عوراتنا عين وواو ووا وراء والف وتاء ونون والف. طيب روعاتنا نفس الحروف بالظبط بس عوراتنا روعاتنا اختلفوا في ترتيب الحروف يبقى دي اسمها ايه؟ جناس غير تاب منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. منذرين ومنذرين ايه الفرق ما بينهم بقى منذرين ومنذرين كلمتين هم بس اختلفوا في ايه زي بعض في اللفظ بس اختلفوا في ايه اختلفوا في منذرين بالكسر ومنذرين بالفتح يبقى بينهما جناس لكنه جناس غير تام او جناس ناقص تمام ولا مش تمام يبقى تاخد بالك في نوع الحروف يختلفوا في حرف واحد وهم ينهون عنه وينأون عنه اللي هي على قصادها همزه طب اختلفوا في حرفين ما ينفعش. عدد الحروف تزود حرف او تزود حرفين، زياده عن كده الكلمه مش هيبقى فيه بينها وبين بين الكلمه الثانيه جناسة تبقى كلمه اخرى. طيب يلا ناخد السجع والتصريع، السجع والتصريع. السجع عندنا اتفاق نهايات الجمل في الحرف الاخير وحركته، بص انت شايف السجع بياتي في نهايات الجمل، يعني بياتي فين؟ في النسر. بياتي في النسر اتفاق نهايات الجمل التصريع اتفاق شطري البيت في الشعر يبقى انا عندي السجع هنا اتفاق نهايات الجمل ده ده نسر وده شعر السجع اتفاق نهايات الجمل في الحرف الاخير وحركات شايف كلمه الصدق منجاه والكذب مهوات شايف حرف التاء على قصاده ايه حرف التاء اقول سجع قبل الفصل كده في نهايه الفصله مش احنا بنحط فاصلة بين الجملتين؟ نهاية الحرف هنا في الجملة دي زي نهاية آخر حرف في الجملة دي يبقى اسمه إيه؟ اسمه سجع. اللهم أعطِ منفقًا خلفا الجملة خلصت. وأعطِ ممسكًا تلفا. ألف هنا وألف هنا يبقى بينهما إيه؟ سجع. طبعًا ده بيأتي فين؟ في النسر. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا يبقى بينهما إيه؟ بينهما سجع. تمام كده؟ يأتي في النسر. طب السجع ده سمي سجعا لانه فيه مع فيه, فيه نغم فيه بديع فيه نغم موسيقي يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه السجع سمي بذلك تشبيها له بسجع الحمامه. طيب قالوا اعظم درجات السب... السجع افضل شيء في السجع حاجه اسمها الترصيع، ايه هو الترصيع؟ الترصيع ده نوع من انواع السجع. هل السجع لو كان متوافق متوافق الجملة الأولى مع الجملة الثانية في كل شيء في الإعراب وفي المقاطع وفي مقدار الجملة بالضبط يبقى أقول عليه ترصيع والترصيع نوع من أنواع السجع يعني مثلا في العبارة دي الصدق منجاة والكذب مهواة الصدق منجاه والكذب مهواة بينهما سجع وهو ترصيع أيضا ترصيع لأن الترصيع جزء من أجزاء من أجزاء السجع طيب ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة مع القرآن الكريم في السجن نقول اتفاق فواصل يعني احتراما للقرآن الكريم نقول ايه اتفاق فواصل وليس سجعا تمام طب ما لقيتش في الاختيار في الاختيارات اتفاق فواصل هتختار سجع طب تعالى بقى ناخد التصريع التصريع زيه زي السجع بس في الشعر اتفاق شطري البيت الأول البيت الايه الأول من القصيدة البيت الأول من القصيدة بتلاقي الحرف ده زي الحرف ده سهلة كده الحرف ده اهو زي الحرف ده بالظبط اسمه ايه بقى ده؟ اسمه تصريع اتفاق شطر البيت الاول من القصيدة في الحرف الأخير وحركته يعني في الايه في التشكيل بتاعه ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي يبقى ميم وميم والاتنين مكسورين أقول ايه؟ أقول تصريع سهل جدا ما فيهوش أي حاجة تاخد بالك من كلمة ترصيع نوع من أنواع السجع هو اعظم انواع السجع لما تكون الجملتين متوافقتين في كل شيء في الاعراب وفي المقطع وفي كل شيء. اقول عليه ترصيع لكن التصريع بياتي في الشعر الحرف ده زي الحرف ده. طب تعال ناخد الازدواج، الازدواج تقطيع الفقره تقطيعا موسيقيا متوازنا. تقطيع الفقره تقطيعا موسيقيا متوازنا. اه هنا الازدواج ياتي مع النسر. ياتي مع النسر وده ياتي مع الشعر. يبقى الاثنين دول بياتوا في النسر والاثنين دول بياتوا في الشعر. تقطيع الفقره تقطيعا موسيقيا متوازنا بالعلم يسمو العقل وبالفن تسمو الروح. بص مقطع بالعلم يسمو العقل وبالفن تسمو الروح. جملتين زي بعض متقطعين زي بعض تقطيعا موسيقيا متوازنا في نسر اقول عليه على طول ازدواج. تمام كده؟ اقول عليه ازدواج من جد وجد ومن لج ولج اه هنا هنا في حاجه مهمه جدا هيجي حد ممكن يقول لي مثلا الصدق منجاه والكذب مهوات هتيجي تقول لي الصدق منجاه والكذب مهوات انت ساعتها لي فوق هنا سجع هتقولها لي في ازدواج ما هي فيها سجع وفيها ازدواج ومن الممكن ان يجتمع في العباره الواحده اكثر من محسن بديعي ما عندناش اي مشكله ممكن يبقى فيها سجه ممكن يبقى فيها ازدواج لو جالك في الاختيارات سجه بس تختار سجه لو جالك سجع وازدواج تختار سجع وازدواج تمام الاول والثاني او الاول والثالث على حسب ما بيجي في الاسئله يبقى ده بيجي مع الناس ده بيجي زيه بالظبط بس مع الشيء تقطيع بدل ما اقول تقطيع الفقره اقول تقطيع البيت تقطيعا موسيقيا متوازنا طويل النجادي رفيع العماد ساد عشيرته امرده طويل النجاد رفيع العماد ده بيت شعر بص مقسم للبيت البيت او مقسم جزء من البيت تقطيع موسيقى طويل النجادي رفيع العمادي يبقى دول بينهما حسن تقسيم لانه جاء في الشعر تمام زي ده بالظبط بس ده بيجي في الشعر وده بيجي فين في النسر الوصل صافية والعيش ناغية والسعد حاشية والدهر ماشينا اه الوصل صافية والعيش ناغية والسعد حاشية والدهر ماشي البيت مقطع تقطيع موسيقي جميل ده بنقول عليه حسن تقسيم وحسن التقسيم مش لازم البيت كله يبقى ايه متقطع تقطيع موسيقي ممكن ياتي جزء من البيت يعني يوازن بين كلمتين كده او يقسم كلمتين في الـ في, الـ في بيت الشعر اقول عليه ايضا حسن تقسيم ركز معايا عشان نعرف اثر المحسنات البديعية. ايه أثر المحسنات اللفظية؟ الأثر بتاعها ايه؟ هعمل لك يعني ايه شفرة سريعة كده. كل المحسنات اللي قدامك الخمسة دول يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الأذن. في مشكلة؟ يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الأذن. الجناس زود على العبارة دي يحرك الذهن. يبقى يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الاذن ويحرك الذهن لان انت بتشوف كلمه شبه كلمه المعنى ده مختلف عن المعنى ده بتشوف في جناس تام ولا مش جناس تام يحرك الذهن. طيب السجع اه لما بتقول كلام لايق على بعضه خطيب مثلا بيسجع في الكلام يعني يقول كلام لايق على بعضه الناس بتبدا تتاثر يزيد من قوه الفكره او يعرض الفكره باسلوب جميل يبقى اسمه سجع. يبقى كلهم يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الاذن. الجناس يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس وتطرب له الاذن ويحرك الذهن. طيب السجع يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس ويزيد من قوه الفكره. يزيد من قوه الفكره ليه؟ زي ما قلت لك لما انت بتسجع في الكلام بتعرض الكلام باحسن صوره فالفكره بتصل الى الناس اكثر. طيب كلهم بقى الازدواج يعطي نغما موسيقيا تستريح له النفس تطرب له الاذن. التصريع نغما موسيقيا تستريح له النفس تطرب له الاذن، حسن التقسيم زيهم، يبقى انا بس أفرق بين الجناس يزيد يحرك الذهن والسجع يزيد من قوه الفكره. بكده نكون انتهينا من المحسنات البديعيه سواء كانت معنويه او لفظيه، ركز معايا عشان ناخد الايجاز والاطناب. الايجاز والاطناب، الايجاز يعني قلة والاطناب زيادة، يبقى الايجاز هي قلة والاطناب ايه؟ زيادة. الايجاز حاجة قليلة والاطناب حاجة كبيرة. طيب الايجاز لو أنا حذفت حاجة من الجملة أو خليت الجملة صغيرة ولم أخل بالمعنى والمعنى بقى شغال معايا تمام يبقى أنت كده عملت حاجة بلاغية اسمها الايجاز. حذفت حاجه من الجمله والجمله ما تاثرتش يبقى ده اسمه ايه اسمه ايجاز طيب طب افرض حذفت حاجه من الجمله والجمله تاثرت المعنى تاثر يبقى انت كده ما عملتش ايجاز انت عملت اخلال بالمعنى تمام يبقى الايجاز نقص في الجمله سواء عن طريق الحذف او عن طريق جمله صغيره مع اعطاء معاني كثيره وتم المعنى بذلك هذا ايجاز اما الاطناب الاطناب زياده يعني انا بزود في الكلام عندي جملة وزودت عليها جملة تانية يبقى ده اسمه إيه؟ اطناب زيادة طيب الزيادة ديت لو هي زيادة ما فادتش حاجة ولا جابت غرض بلاغي يبقى ما اسمهاش اطناب اسمها ايه؟ اسمها حشو لذلك عندنا الايجاز نقص مع تمام المعنى والاطناب زيادة من اجل غرض بلاغي ليس بدون فائدة هناخد ايه النهاردة هناخد الإيجاز يلا ندخل في الموضوع على طول الإيجاز هو التعبير عن المعاني الكثيرة بكلمات قليلة مع تمام المعنى التعبير عن المعاني الكثيرة بكلمات قليلة مع تمام المعنى والمعنى معنى ايه؟ تمام طيب الإيجاز بينقسم معانا إلى قسمين إيجاز قصر وإيجاز حذف هطلع من الـ من الـ من الكدر تاخد السكرين شوت بتاعك وارجع لك بسرعه الايجاز معناه ايه؟ نوعين، ايجاز قصر وايجاز حذف. اوعى حد يقول لك ايجاز قصر، ايجاز قصر يبقى خطا، ما ينفعش اقول ايجاز قصر، القصر ده في إيه؟ في اسلوب القصر، لكن ايجاز قصر يعني قصر الجمله وعدم طولها. طيب ايجاز القصر، ماله بقى ايجاز القصر ده؟ تاخد بالك من النقطه دي. طيب تضمين المعاني الكثيره في الفاظ قليله من غير حذف. إيجاز القصر وإيجاز الحذف إيجاز القصر يعني مع جملة صغيرة جملة صغيرة فيها معاني كثيرة جملة مش محذوف منها حاجة تمام يبقى إيجاز القصر ليس فيه حذف لكن هو عبارة عن جملة صغيرة فيها معاني كثيرة لذلك سمي إيجاز القصر قصر الجملة مع تضمينها معان كثيرة يبقى ده اسمه إيجاز إيه إيجاز قصر ما إيجاز الحذف إيجاز الحذف عبارة عن جملة قدامي محذوف منها حاجة الحذف اللي قدامي ده دل عليه دليل دل عليه دليل وله غرض بلاغي والمعنى تم بهذا الحذف يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ايجاز حذف تمام ده الفرق بين الاثنين طب يلا ناخد نشوف ايجاز القصر تضمين المعاني الكثيرة المعاني الكثير في الفاظ قليلة من غير حذف طب ادينا مثال وبالمثال يتضح المقال واعد لهم اجرا كريما ربنا اعد للمتقين اجرا كريما. الاجر الكريم ده عباره عن ايه؟ ان انت هتدخل الجنه، بص هي جمله صغيره جدا بس فيها معاني كتير جدا. الاجر الكريم ده هتدخل الجنه هتفوز بالسعاده في الدنيا والاخره. هتسعد في حياتك، لما هتدخل الجنه هتلقى مثلا هتاخد اللي انت هتطلبه هتلاقيه، الجنه فيها نعيم دائم غير منقطع حاجات كتير يبقى الاجر الكريم جملة صغيرة يبقى أجرا كريمة فيها إيجاز قصر ليه؟ لأنه ضمن في هذه العبارة القليلة الأجر الكثير بقى أي حاجة كويسة هتدخل معانا في هذه الجملة وأعد لهم أجرا كريما. طيب لا يستوي الخبيث والطيب إيجاز القصر يعني بيتكلم عن حاجة عامة لا يستوي الخبيث والطيب يعني مش ممكن تساوي بين حاجة وحشة وحاجة حلوة. طب لا يستوي الخبيث والطيب اي حاجه خبيثه بقى اي حاجه سيئه مش, هتست... مش هتتساوى مع اي حاجه حسنه يبقى هو مش بيتكلم عن حاجه بعينها ده هو بيتكلم عن ايه بيتكلم عن حاجه عامه عن حاجه ايه عن حاجه عامه ولها افراد كثيرين لها افراد كثيرين وضمن هذا المعنى في عباره هذه المعاني الكثيره في عباره قصيره تمام يبقى لا يستوي الخبيث والطيب عباره صغيره لكن فيها من المعاني الكثيرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب تعرفين يعني إيه القصاص القصاص يعني لما واحد يقتل واحد احنا بنقتص من القاتل بنقتص من القاتل ازاي بنقتله بيتعدم مثلا تمام إذا توفرت فيه آآ آآ الإصرار والترصد وقتل بعمد وكذا بيقتل طيب طيب ولكم في القصاص حياة ركز معايا في العبارة دي لما قاتل يقتل شخص شخص يقتل انسان ده اسمه ايه؟ اسمه قاتل. طيب اقتصاصك من هذا القاتل حياه، ازاي؟ ده اذا كان انا لما اروح اقتص من القاتل ده اقتص منه يعني انا هموته، ازاي تقول حياه؟ هو قال بقى ولكم في القصاص في قتل هذا الشخص القاتل حياه اي حياه للمجتمع، طب معنى الكلام ده ايه؟ لاننا اذا قتلنا القاتل لما احنا نقتل الشخص اللي القاتل لما غيره يشوفنا بنقتل وبنعدم الشخص القاتل هيعمل ايه؟ هيخاف مش هيقدم على الجريمه يبقى المجتمع هيتربى لما يشوف القاتل بيتقتل فهيبدا يعمل ايه؟ يبدا يبعد عن الجريمه فلما يبدا يبعد عن الجريمه وما يقتلش حد يبقى كده ايه؟ انا احييت المجتمع كله بسبب قتلي لهذا القاتل ولكم في القصاص حياه اي لكم في قتل القاتل حياه لانه يترتب على قتل القاتل ردع الاخرين، الاخرين يخافوا. آه، كل الـ 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 الشرح اللي انا شرحته ده داخل في عباره صغيره ولكم في القصاص حياه. ولكم في القصاص حياه اه لما تقتل القاتل الناس كلها الثانيه هتخاف يبقى انت كده احيت المجتمع في هذه العباره القصيره تضمنت من المعاني الكثيرة ما تضمنت كل الشرح اللي احنا شرحناه ده داخل في عبارة صغيرة ولكم في القصاص حياة يبقى ده اسمه ايه؟ ايجاز قصر يبقى حياة هنا ولكم في القصاص حد يقول ايه القصاص ده ما مات لا اقول له ولكم في القصاص حياة وحياة هنا ايجاز وقصر فيه من المعاني الكثيرة تفهم ايجاز القصر اظن ما فيش بعد كده فهم باذن الله رقم اثنين ايجاز الحذف حذف شيء من العبارة مع عدم الإخلال بالمعنى، مع وجود قرينة تدل على المحذوف. إيجاز الحذف بقى أنا بحذف حاجة بقى من العبارة، بشيل حاجة من إيه؟ من العبارة. طيب، مع عدم الإخلال بالمعنى، مع وجود قرينة تدل على المحذوف، قرينة يعني دليل أو حاجة بتدل على هذا المحذوف. طيب. طب المحذوف بقى إيجاز الحذف ده ممكن أحذف حرف. ممكن أحذف كلمة. ممكن أحذف جملة، ممكن أحذف شبه جملة. طيب. طب الغرض من الحذف ده بيكون ايه؟ في غرض عام لما هو هنا يقول لك حدد موضع الايجاز او حدد الايجاز في المثال مع الغرض من هذا الايجاز او اثر الايجاز. ماشي؟ او ما الذي يترتب على الايجاز؟ تمام؟ كل الحاجات ديت ممكن تجي لك باي صوره. طيب الغرض من الايجاز ايه بقى؟ في غرض عام وفي غرض خاص. الغرض العام هتقوله مبدئيا كده. اثاره الذهن وجذب الانتباه. إثارة الزين وإيه؟ وجذب الانتباه، ده الغرض العام، أول ما أحتار في أي حاجة لازم أكتب الاتنين دول. طيب الغرض الخاص بستخدمه أو بستنبطه من المثال اللي قدامي، من سياق المثال اللي قدامي. المثال اللي قدامي حذف الفاعل مثلا، حذف الفاعل ليه؟ ممكن للعلم به، لأن كده كده هو حذفه لأن الناس كلها عارفاه. طيب حذف الفاعل ليه؟ للجهل به، لأنه مش عارف الفاعل. طيب حذف المفعول به ليه؟ لمثلا للتحقير من أجل أنه حقير من أجل أنه عظيم شيء عظيم لا يذكر في هذا المقام للعموم والشمول يبقى الأغراض الخاصة على حسب القدامي شال الحاجة دي عشان تشمل كل حاجة يبقى ده للعموم والشمول شال الحاجة دي لأنه دل عليه دليل شال الحاجة دي للتحقير شال الحاجة دي للتعظيم دول أربع حاجات تبقى عارفهم وتحطوه في دماغك على طول تحقير تعظيم العلم به لانه دل عليه دليل، دول الايه؟ اللي دايما هنلاقيهم معانا في الاغراض الخاصة، طب الغرض العام إثارة الذهن وجذب الانتباه. والضيف بقى ليهم وللعلم به، أو للجهل به، أو للتحقير، أو لأنه دل عليه دليل. متفقين ولا مش متفقين؟ يبقى الغرض ده تبقى تاخد بالك منه. طيب وها واحنا بنتكلم هنا هبين لك برضو الاغراض احنا عرفنا الغرض العام هنقوله مع كله والغرض الخاص هنبينه واحنا بنتكلم طب احنا قلنا ايجاز الحس يا حرف كلمه جمله شبه جمله يلا نبدا بالحرف وبعد كده هنبدا بالكلمه ونشتغل الجمله وشبه الجمله حذف الحرف قال تعالى وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك ما قالش يكن ما قالش ايه يكن قال وان يك كاذبا طب يكو دي اصلها ايه؟ يكن، طب حذف النون ليه؟ حذف النون هنا للتخفيف وحذف النون هنا جائز عند العرب، كانوا يقولون ولم اكو بغية ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية يعني ولم اكن بغيا، حذف النون هنا للتخفيف وطبعا آه الـ حذف نون كان يجوز كان الوحيدة اللي بتختص بحذف النون لها شروط طبعا في حذف النون من ضمنها انها لازم تكون تكون مضارعة في حالة المضارع ولم يكو وما بعدها يأتي يأتي يعني مفتوح يأتي متحركا بالفتح تمام المهم ده مش مجالنا انا دلوقتي ولم ان يكو لقيت النون محذوفة صح؟ يبقى هنا ايجاز بحذف الحرف طيب واختار موسى قومه سبعين رجلا، هو سيدنا موسى اختار اختار من قومه. اختار من ايه؟ من قومه، يبقى حذف حرف الجر من. طيب بني العروبة إن الله يجمعنا، هو حد بيتكلم عن عن العروبة. فهنا لو تركز إنه حذف ياء أداة النداء، يا بني العروبة إن الله يجمعنا، فلا يفرقنا في الأرض إنسان. طيب يا بني العروبة يا هنا أداة نداء حرف ولا مش حرف حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب طيب يبقى وإن يكو كاذبا إجاز بحذف حرف واختار موسى من قومه إجاز بحذف حرف يا بني العروبة إجاز بحذف حرف النداء ممكن المدرس يدخل الفصل ليه كل الطلاب في الفصل يعني هل كل الطلاب في الفصل هو هنا يعني المفروض كان قال هل لكن ممكن يقول ايه كل الطلاب في الفصل سؤال اهو ده سؤال ولا مش سؤال سؤال المفروض كان استخدم حرف استفهام او اسم استفهام طيب يعني معنى ذلك ان كل الطلاب في الفصل هنا ايجاز بحذف حرف اللي هو ايه اللي هو هل وهل طبعا حرف ايه حرف استفهام مبني على السكون طيب لو تركز هنا حذف النون من بنيه الكلمه كان يكون حذف حرف جر حروف المعاني حرف نداء حذف اسم است... حرف استفهام كل ده شغال معانا المهم ان انت شفت حرف محذوف تقول لي بحذف الحرف سهله دي ولا صعبه سهله طيب ناخد حذف الكلمه إيجاز بحذف ايه ايجاز بحذف الكلمة الكلمة طبعا عندنا ممكن تكون فعل ممكن تكون فاعل ممكن تكون مفعول ممكن تكون مضاف مضاف إليه موصوف وصف ممكن تكون منادى ممكن تكون مبتدأ هناخدهم كده مثال مثال سريع عن كده والدنيا سهلة وما فيهاش أي مشكلة بإذن الله حذف الكلمة أول حاجة ناخدها معانا الفعل الفاعل المفعول نشوف حذف الفعل أنت ممكن تقول لي تقول لأخوك إيه الأسد الأسد يعني إيه كأني بقول له احذر الأسد ده اسمه اسلوب اسلوب تحذير. طيب الاسد هنا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. ده اسلوب التحذير اعرفها يعني. ولما اقول لك اخاك اخاك او العمل العمل. العمل هنا مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره الزم. ده اسمه اسلوب اغراء. طيب الاسد الاسد انا بحذر هنا مش 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 بقول له الزم. الأسد الأسد مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر والأسد الثانية آه توكيد تمام تكرار طب هنا إيه الشاهد إنه احذر الأسد حذف إيه؟ حذف الفعل يبقى ده اسمه إيجاز بحذف الفعل طب هل المعنى شغال معايا ولا مش شغال؟ شغال معايا المعنى ما فيهوش أي مشكلة ما عندناش أي مشكلة تمام؟ طيب طب حذف هنا احذر ليه؟ هقول هنا جذب الانتباه وإثارة الذهن وللعلم به لان انا لما اقول له الاسد الاسد طب ان انا كاني بقول له احذر الاسد يبقى انا إيه؟ جبتها من دماغي كده وشوف المثال اللي قدام السياق اللي قدامي ايه واشتغل عليه اقول للعلم به ما تحفظش يبقى انت هتشتغل من خلال السياق اللي قدامك الاسد الاسد يبقى للعلم به يعني كانه بيحذرني من هذا الاسد طيب ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله لو سالتهم مين اللي خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن الله يبقى حذف كلمه خلقهن الله طب حذف كلمه خلقهن ليه؟ لانه ولئن سالتهم من خلق دل عليه دليل صح؟ دل عليه دليل يبقى اقول هنا يعني سبب الحذف او غرض من الحس او غرض الايجاز اثاره الذهن وجذب الانتباه ولانه دل عليه دليل في بدايه الكلام اللي هو خلقه ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن المفروض نقول خلقهن الله لكن حذف لا يقولون الله وهذا ايجاز والمعنى تم معايا يبقى ما عندناش اي مشكله يبقى ده ايجاز بحذف الفاعل طيب ايجاز بحذف الفاعل فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت إيه؟ الحلقوم اه يعني ايه فلولا اذا بلغت الحلقوم يعني الانسان وهو بيموت حينما تبلغ الروح الى الحلقوم بتخرج من هنا تمام؟ فالروح هي بتخرج من الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم كل اللي قاعد عارف فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم يبقى الروح هنا فاعل محذوف يبقى هنا تقدير الكلام فلولا إذا بلغت الروح حذف كلمة الروح اللي هي ايه فاعل طب الحلقوم هنا معروف ان هو مرتبط فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. اه يبقى هنا الكلام عن الموت في سياق الايات. طيب فلولا اذا بلغت الحلقوم اي اذا بلغت الروح الحلقوم للعلم به لانه معلوم تمام؟ آه فلولا اذا بلغت الحلقوم طيب الايجاز بحذف الفاعل عايزك تركز من حاجه مهمه جدا الايجاز بحذف الفاعل دائما وغالبا بيكون مع الفعل المبني للمجهول الفعل المبني لإيه؟ للمجهول الفعل المبني للمجهول سريعا عشان الناس اللي مش عارفاه لما أقول لك ضرب محمد أنا دخلت كده لقيت محمد متعور مثلا تمام؟ فجاء واحد دخل بيسألني بيقول إيه اللي حصل؟ أقول له ضرب محمد هل أنا كده عارف الفاعل؟ أنا مش عارف الفاعل يبقى أنا بنيت الفعل ضرب للمجهول فاعله مجهول زي قلت إيه؟ قلت ضرب محمد أين الفاعل لا نعرف فالمفروض ان محمد ده مفعول به يعني وقع عليه الضرب فبنجيبه مكان الفاعل ونقول عليه نائب فاعل لان يعني ما ينفعش الجمله ما ينفعش الجمله ما يبقاش فيها فاعل طب انت بتقول دلوقتي ده المفروض ايه ان محمد ده مضروب صح يعني مفعول به فبنقول ايه ضرب محمد ضرب فعل مبني للمجهول ومحمد نائب فاعل محمد ايه نائب فاعل لان يعني ما ينفعش الجمله نسيبها من غير فاعل الفعل الفاعل مجهول عندنا فبنقول ضرب فعل مبني للمجهول ومحمد نائب فاعل. الفعل المبني للمجهول بالفهم كده يعني الفاعل ليس موجودا ونائب الفاعل اللي في الجمله كان في الاصل مفعول به. كان يقول ايه ضرب الشخص محمدا. طيب انا مش عارف الشخص ده مين؟ اقول ضرب محمد، محمد نائب فاعل. تمام؟ بيكون مضمون في الاول وكسر ما قبل الاخر او ممكن يقول ايه؟ صين قيل تمام؟ آه صين كل الحاجات اللي هي ايه بتكون مبنيه للمجهول على هذه الصوره مش مش وقتنا المبني المجهول بس انا اعطيتك صوره عامه عن الفعل المبني المجهول يعني فاعله ليس موجودا طب لما اقول لك انا هنا اخذ الكتاب انا دخلت ما لقيتش كتابي فبقول ايه اخذ الكتاب انا ما اعرفش الفاعل يبقى الكتاب ده ايه مفعول به يعني حد خده طب الفاعل مجهول اقول اخذ فعل مبني للمجهول تمام والكتاب نائب فاعل طيب الكتاب هنا ايه نائب فاعل امال فين الفاعل الفاعل مجهول الفاعل ايه مجهول يبقى هنا نقول ايجاز بحذف الفاعل ايجاز بحذف ايه الفاعل يبقى تاخد بالك من النقطه دي اي فعل مبني للمجهول تقول عليه ايه ايجاز بحذف الفاعل ايجاز بايه بحذف الفاعل طيب الفعل المبني للمجهول اللي لما بنشيل الفاعل وما بنذكرهوش ممكن آه لاغراض كتير ممكن مثلا رزق محمد برزق كثير من الذي رزق محمد الله سبحانه وتعالى مش الله هو الرزاق طيب طب انا حذفت الله ليه بنيت الفعل رزق قلت رزق قليل المجهول للتعظيم ليه للتعظيم طيب سرق المنزل طيب انا بنيت الفعل سرق المجهول وقلت سرق ليه؟ أن انا مش عارف مين السارق يبقى هنا ايه؟ للجهل به يبقى انت ايجاز بحذف الفاعل للجهل به الغرض هنا للجهل. طب لما نقول ايه؟ ربيت على الصدق. ربيت على الصدق يبقى انا حزئ ليه؟ من اجل التعظيم ربيت على الصدق يبقى هنا آه هذه الافعال المبنيه للمجول كل فعل على حسب الحاله اللي قدامك. كل فعل على حسب الحاله اللي قدامك ممكن يكون للتعظيم ممكن يكون للعلم به ممكن يكون للجهل به على حسب الحاله اللي قدامك هتقول وطبعا معانا الغرض العام اللي احنا قلناه في البدايه أظن كده وضحت، وقيل يا أرض ابلعي ماء، قيل مش عارفين من اللي قال، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، لكن إحنا عارفين لأنه في سياق القرآن من الذي قيل قال للأرض ابلعي أكي ويا سماء أقلعي وغيض الماء في قصة سيدنا نوح؟ الله سبحانه وتعالى، لكن بنينا هذا الفعل قال للمجهول وقلنا قيل للعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال. يبقى هنا إيجاز بحذف الفاعل، الغرض منه إيه؟ العلم بالفاعل. يبقى الغرض من الايجاز العلم به ما اقولش بقى لانه دل عليه دليل لا ده انا عارف ان ربنا هو اللي, اللي قال للارض بلعي ما اكي ويا سماء اقلعي لكن بنينا الفعل المجهول للعلم به مش محتاجين ان احنا نذكر الفاعل وضحت ولا مش وضحت يبقى الايجاز بحذف الفاعل على حسب السياق اللي قدامك هتقول ايجاز بحذف المفعول به من ضمن الكلمه المفعول به سيذكر من يخشى يخشى مين يخشى الله سيذكر من يخشى الله لكنه حذف المفعول به للعلم به تمام طيب لانه معلوم ان الخشيه انما تكون لله سبحانه وتعالى انا مش عايزك تحفظ الموضوع ده انا باخدها من السياق وذكر الله كثيرا يبقى كثيره هنا ايه وذكر الله كثيرا ولا ذكر الله ذكرا كثيرا طيب الموصوف والصفه عشان بس الناس اللي بتتلخبط بين الموصوف والصفه الموصوف اللي بيجي في الاول والصفه اللي بتيجي في الاخر ازاي؟ لما اقول لك مثلا رجل جميل رجل موصوف وجميل صفه صفه لهذا الرجل يبقى الرجل موصوف وجميل صفه تمام؟ هذه الصفة تتبع الموصوفة في الإعراب، لو كان ده مرفوع يبقى ده مرفوع، منصوب يبقى ده منصوب، مجرور يبقى ده مجرور، تمام كده؟ طيب، ممكن بقى إيجاز بحذف الموصوف، يعني هحذف الموصوف. وذكر الله كثيرا، كثيرا ده وصف، وصف لإيه؟ لذكر، وذكر الله ذكرا كثيرة يبقى هنا حذف ذكر اللي هو الموصوف وترك الصفة اللي هي كثيرة ايجاز بحذف الموصوف للعلم به ومن تاب وعمل صالحا عمل ايه؟ عملا صالحا والانسان بيعمل صالح ولا بيعمل عمل صالح؟ بيعمل عمل صالح مش بيعمل صالح نفسه بيعمل عمل صالح يبقى هنا وعمل عملا صالحا يبقى هنا ايضا حذف الموصوف العمل موصوف بانه صالح يبقى حذف الموصوف اللي هو جاي في الاول طب الصفه وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا الملك كان بيأخذ ايه بيأخذ كل سفينه صالحه او سليمه كان باي سفينه سليمه ما فيهاش خطا او ما فيهاش ايه خرق كان بيأخذها طيب وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، هو كان بياخذ كل سفينة ولا كل سفينة سليمة؟ سفينة موصوف وسليمة وصف حذف الوصف ايجاز بحذف الصفة. مضاف واسأل القرية حذف مضاف واسأل القرية المضاف والمضاف إليه سريعا المضاف في بداية الجملة والمضاف إليه؟ يأتي كلمة أضيفت إلى كلمة أنا بقول لك جاء إمام المسجد أنا عايز إمام ولا إمام المسجد؟ إمام المسجد مضاف ومضاف إليه الجزء الأول مضاف يعرب حسب موقعه في الجملة جاء إمام المسجد الجزء الثاني مضاف إليه؟ مجرور قاعد على طول معك تمام جاء إمام المسجد رأيت فعل وفاعل إماما يُعرَبِ حسب موقعي في الجملة الجزء الأول المسجد مضاف إليه طيب ممكن أنا أحذف بقى المضاف اللي في الأول وممكن أحذف المضاف إليه طيب ايجاز بحذف المضاف واسال القريه اصل الكلام ده واسال اهل القريه يبقى حذف المضاف اهل مضاف والقريه مضاف اليه وحذف هنا حذف حذف المضاف طيب وهنا مش محتاج يعني للعلم بان الذي يسال مين اهل القريه وانا هسال القريه هسال حيطان القريه طب ممكن احذف المضاف إيه يتخافتون بينهم الا بستم الا عشرة عشرة ليال كلمة أضيفت إلى كلمة يبقى حذف لنا الجزء الثاني اللي هو المضاف إليه يلا ركز معايا عشان ناخد باقي حذف الكلمة يلا ركز معايا باقي حذف الكلمة حذف المنادى إيجاز بحذف المنادى يا ليتني كنت معهم فأفوز ركز كده في يا ليتني يا ليتني هو أنا بنادي على ليتني ولا بنادي بقول يا قومي ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يبقى هنا يا كان هنا حذف المنادى يا قومي المنادى ايه هو المنادى اللي بيجي بعد اداة النداء. يا قومي ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يبقى هنا حذف ايجاز بحذف المنادى. طيب آه مبتدا شاكن الى البحر اضطراب خواطري. شاكن الى البحر اضطراب خواطري. يعني هو بيقول ايه؟ انا بشكو الى البحر اضطراب خواطري. طيب شاكن إلى البحر بيتكلم عن نفسه أنا شاكن إلى البحر يبقى هنا في شاكن ده آآ آآ خبر لمبتدأ محذوف والتقدير أنا شاكن تمام وطبعا شاكن هنا محذوف منها الياء وعوض عنها بالتنوين شاكي بحذف الياء بعوض في حالة الرفع والجر بعوض عنها إيه؟ بتنوين عشان الناس لا تقول لك إيه ليه خبر ومنونة بالكسر شاكن إلى البحر الطرابة خواطري طيب مخصوص المخصوص هنا ممكن يكون مخصوص بالمدح ومخصوص بالذم زي لما اقول لك مثلا مثلا نعم الرجل محمد نعم الرجل محمد او بئس الرجل محمد محمد ده اسمه ايه مخصوص بالمدح مخصوص بالمدح خصيت محمد بيه بالمدح طيب نعم الرجل محمد يبقى محمد مخصوص بالمدح ممكن انا المخصوص بالمدح اه ممكن زي ايه ولا نعم دار المتقين اللي هي ايه دار المتقين الجنه يبقى هنا ايه جاز بحذف ايه المخصوص بالمدح اللي هي الجنه للعلم به تمام للعلم به اسم موصول وقولوا امنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم تمام؟ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولنعم دار المتقين ممكن للعلم به وممكن للتعظيم أيضا حذفت لي التعظيم دار المتقين تعظيم لهذه الدار اسم موصول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم المفروض إيه؟ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم يبقى حذف اسم موصول ايه؟ الذي يبقى ده برضه ايجاز باسم موصول لانه دل عليه دليل في زيه في بدايه الجمله طيب ايجاز بحذف الحال والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم الملائكه لما بيدخلوا على انسان الميت الناس اللي هم الكويسين اللي يدخلوا الجنه بيدخلوا عليهم من كل باب سلام عليكم قال سلام عليكم على طول ما قالش قائلين سلام عليكم مين اللي بيقول سلام عليكم الملائكه بيقولوا للناس اللي بيدخلوا عليهم سلام عليكم المفروض قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليكم فحذف جملة قائلين اللي هي في محل نصب حال قائلين جملة في محل نصب جملة في محل نصب حال يبقى ده إيجاز بحذف الحال بكده نكون خلصنا إيه؟ إيجاز بحذف الكلمة سواء كانت فعل فاعل مفعول مضاف مضاف إليه موصوف صفة منادى مبتدأ آآ آآ مخصوص بالمدح أو الزم، حال كل ده بيدخل معانا في حذف الكلمة. طيب لما يكون شاكن إلى البحر أنا شاكن إلى البحر تاخد بالك من الجزئية ديت لما يكون المحذوف مبتدأ هتقول إثارة إيه الذهن وجذب الانتباه ومثلا إثارة إيه الذهن للبحث عن المحذوف الحاجات ديت دايما بنكون بنقولها في المبتدئ واحنا قلنا الغرض العام والغرض الخاص تاخده من السياق حذف الجمله حذف الجمله عندنا ممكن يبقى جمله جواب الشرط جمله جواب الشرط اسلوب الشرط في فعل شرط وفي جواب شرط ممكن جمله جواب الشرط تحذف واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون اعرضوا يعني ايه انتوا عارفين اذا اداه شرط كل ده داخل في جواب الشرط في فعل الشرط وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا يبقى أعرضوا هنا جملة الجواب لأنه لم يأتي الجواب جملة الجواب حذفت وده برضو من باب الإيجاز إيجاز بحذف جملة ليه؟ آه لأنه آه دل عليه دليل طيب ممكن حذف جمله بيدل عليها دليل فقلنا اضرب فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه بص احنا القران بيقول ايه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت قال على طول فانفجرت المفروض يعني هو ضربه ثم بعد ذلك انفجرت فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضربه يبقى حذف جمله لانه دل عليها دليل في بدايه الجمله فقلنا اضرب طيب رقم طيب كده حذف الحرف حذف الكلمه حذف الجمله حذف شبه الجمله ستكتب شهادتهم ويسالون عنها ستكتب شهادتهم ويسالون ايه ويسالون عنها يبقى حذف الجار والمجرور عن حرف جر والهاء في محل اسم مجرور في مشكله كده مفيش اي مشكله الدنيا تمام النهارده ان شاء الله مع الحصه الاخيره من دروس البلاغة لطلب التانية ثانوي هنتكلم عن درس سهل جدا جدا اللي هو درس الايه؟ درس الاطناب هطلع من الكادر خد سكرين شوت وهرجع لك على طول الاطناب ايه هو الاطناب؟ احنا قلنا الحصة اللي فاتت في البلاغة الايجاز الايجاز عبارة عن نقص مع عدم الاخلال بالمعنى يبقى ده اسمه ايجاز لانه احنا عايزين بلاغه ما ينفعش نقص حاجه من الجمله وتخل بالمعنى تمام لكن نقص من الجمله والجمله لسه بتدي نفس المعنى ده اسمه ايجاز زي ما خدنا الحصه اللي فاتت طب ما الاطناب الاطناب عباره عن زياده زياده في اللفظ والمعنى واحد بس الزياده دي ما ازعجتش اللي بيسمع ده زياده عطت معنى بلاغي ليه؟ ممكن يكون الغرض منها التأكيد، ممكن يكون الغرض منها الترادف، ممكن يكون الغرض منها الاحتراز، خد بالك يبقى الزيادة دي اتعاطت معنى بلاغي. يبقى أنا عندي الإطناب عبارة عن إيه؟ عبارة عن زيادة، أكتر من لفظ وبيدي معنى واحد بس عايزه عملت كده عشان أوصل معنى بلاغي. طب يلا نعرف معنى الإطناب إيه هو؟ يبقى الإطناب هو عبارة عن التعبير عن المعاني الواحدة أو عن المعنى الواحد بألفاظ كثيرة وذلك لأغراض متعددة تعبير عن المعنى الواحد بألفاظ كثير وذلك لأغراض هنعرفها في الحصة طيب اديني مثال عام كده على الاطناب عشان اعرف وبعد كده ايه نتكلم في الباقي عندنا المثل اللي معانا بيقول العمل العمل انت لو تركز انا عايز اقول ايه عايز اوصل ايه من مثال العمل العمل انا عايز اوصل احس اللي قدام ان هو يلزم العمل او يشتغل كويس طب ما انت ما كنت تقولي العمل بس لا انا كررتها ليه كررتها يبقى انا عملت اطناب في هذه الجملة طب الاطناب ده الغرض منه الغرض منه ان انا عايز ااكد المعنى عايز ااكد عليك ان انت تلزم العمل ولا تمكث بدون عمل يبقى ده اسمه ايه اسمه اطناب زيادة في اللفظ مع وجود معنى واحد وزودت اللفظ ده عشان اوصل معنى بلاغي طيب ايه هو انواع الاطناب عندنا عشر انواع هناخدهم للاطناب عشر ايه عشر انواع ركز معي اول نوع معانا ذكر الخاص بعد العام ذكر الخاص بعد العام يعني العام يجي الاول وبعد كده اذكر بعديه الايه بعديه الخاص اديلك مثال وبعد كده اخد المثال اللي على الصبور ذكر الخاص بعد العام ذكر الخاص بعد ايه بعد العام يعني هجيب الخاص في الاخر والعام الاول طيب لما اقول جاء الطلاب علي ومحمود طلاب الفصل كتير وانا عايز اخص منهم علي ومين ومين ومحمود جيت قلت جاء الطلاب لفظ عام وبعد كده علي ومحمود خاص يبقى انا هنا ذكرت الخاص بعد العام ايه اللي انا عملته ما كنت اكتفي جاء الطلاب وخلاص لكن لا لما اقول جاء الطلاب علي ومحمود ذكرت الخاص بعد العام اهتماما بعلي ومحمود كان اللي جاي يسالني عايز ش... عايز ياكد يشوف علي ومحمود جم ولا لا جاء الطلاب علي ومحمود يعني علي ومحمود جم معاهم مع الطلاب كلهم يبقى انا ذكرت الخاص بعد العام ايه الغرض من هذا التاكيد او التنبيه على ان علي ومحمود وصلوا او اهتمام بشان علي ومحمود طب تعال ناخد مثال على السبوره من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال انا عايزك تاخد بالك من نقطه مهمه عايزك تاخد بالك من نقطه مهمه وهنا قال من كان عدوا لله وملائكته خدت بالك من كلمه ملائكته طيب ورسله وجبريل وميكال هو جبريل وميكال دول مش من ضمن الملائكه مش جبريل وميكال من ضمن الملائكه اه من ضمنهم لكن هنا قال لي من كان عدوا لله وملائكته، وبعد كده قال وجبريل وميكال، اشمعنى اختار جبريل وميكال؟ الملائكه دول كتير، لكن اختار منهم جبريل وميكال تنبيها وتاكيدا على الاهتمام بامر هذين الملكين. يبقى يبقى انا هنا عندي هنا ملائكته لفظ عام. طب جبريل وميكال خاص من ضمن الملائكه، يبقى هنا انا عملت اطناب، اطناب نوعه ايه؟ ذكر الخاص بعد العام. طب الغرض منه ايه؟ اهتماما بشان هذين الملكين او تنبيها على اهميتهما وعلى عظم شانهما. يبقى ده, ده امر سهل ولا مش سهل؟ سهل. طب تعال ناخد النوع الثاني من انواع الاطناب. ذكر العام بعد الخاص. ذكر العام بعد الخاص، يعني الخاص هيجي الاول وبعد كده ايه؟ وبعد كده العام. طيب اديني مثال. اضرب لك مثال كده قبل ما اقول مثال على السبوره مثلا. ذكر العام بعد الخاص، يعني الخاص هيجي الاول. جاء علي ومحمود. الطلاب كلهم تمام يبقى انا هنا ذكرت الخاص وبعد كده ايه وبعد كده العام طيب اعطيت الجائزة لأحمد وعلي والمتفوقين آه، انا اعطيت الجائزة لأحمد وعلي والمتفوقين كله يبقى انا خصصت احمد وعلي وبعد كده ذكرت اللفظ العام يبقى هنا ذكر العام بعد الخاص الخاص جاء الاول وبعد كده العام طب انت ليه ذكرت الخاص الاول وبعد كده العام اهتماما برضو بشان ايه بشان هذا الخاص تمام يبقى انا هنا عندي نوع نوع الاطناب في هذا المثال اعطيته الجائزه لاحمد وعلي والمتفوقين احمد وعلي خاص والمتفوقين عام يبقى هنا ذكر العام بعد الخاص، اهتماما بشان الخاص، كان اللي قدامي عايز يعرف انت عطيت المكافاه لاحمد وعلي ولا لا؟ اه انا عطيت لاحمد وعلي وكل المتفوقين، تمام كده ولا مش تمام؟ تمام. رقم ثلاثة النوع الثالث من انواع الاطناب. عايزين القلم الاصمف. النوع الثالث من انواع الايه؟ من انواع الاطناب، التفصيل بعد الاجمال. التفصيل بعد الاجمال، يعني في اجمال وبعد كده ايه؟ وبعد كده تفصيل. طيب. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتوا من خال. آه آية المنافق ثلاث إجمال حاجة مجملة. يبقى الثلاث هنا إيه؟ إجمال. إيه هما بقى؟ فصل لي بقى الثلاثة دول إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا أتوا من خال. يبقى هنا أنا هنا فصلت بعد إجمال. هيجي واحد يسألني سؤال يقول لي طب ما هو ديت ممكن كده نقول ذكر الخاص بعد العام، لا مش ذكر الخاص بعد العام. ايه الفرق بين التفصيل بعد الاجمال وذكر الخاص بعد العام؟ طب ما هو ملائكته جبريل وميكال، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد من خال ايه الفرق بين الاثنين ذكر الخاص بعد العام، الخاص ده جزء من أجزاء العام، يعني العام له أفراد كثيرين. العام له ايه؟ له أفراد كثيرين، ملائكة كثير، من كان عدوا لله وملائكتين ملائكة كثير جدا. وجاب لي خاص من ضمن الملائكة جبريل وميكال تمام؟ لكن في التفصيل بعد الإجمال آية المنافق ثلاث جاب لي كل أفراد الثلاثة فصلي الثلاثة دول إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تومن من وده الفرق بين بين التفصيل بعد الإجمال وذكر الخاص بعد ذكر الخاص بعد العام بيذكر لي بيخصص لي من جملة العام واحد اثنين ثلاثة لكن العام كتير أما التفصيل بعد الإجمال فصل لي كل أفراد الحاجة اللي هو عايز اللي جت مجمله تمام يبقى سلاسنا اجمال فصلها الثلاثه ذكرهم لنا تمام ولا مش تمام؟ تمام. طيب الغرض من التفصيل بعد الاجمال هتقول التفصيل وهقول لك الغرض بعد ما اخلص الانواع كلها. التكرار يبقى النوع الثا الرابع من انواع الاطناب التكرار. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الجمله مكرره عندي مرتين. يبقى اقول اطناب بالتكرار. طب ايه الهدف من كده؟ بكرر عشان اكد عليك، التكرار الغرض منه التاكيد، تمام؟ زي عباره العملة العملة ايضا الغرض منها اطناب اه عن طريق التكرار، الغرض منه التاكيد. تمام كده ولا مش تمام؟ لما كرر العباره مرتين بيبقى اسمه في النحو اسمه ايه؟ توكيد لفظي، اسمه توكيد لفظي، التوكيد ده او التكرار ده بيكون عبارة في البلاغة اطناب اطناب عن طريق التكرار الغرض منه التأكيد على فعل الشيء أو على ترك الشيء رقم خمسة التعليل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الخمر الميسر الأنصاب الأزلام رجس فاجتنبوه ليه بقى؟ ممكن كان وقف لغاية هنا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كان ممكن وقف جاء ليه لعلكم تفلحون يبقى هنا لعلكم تفلحون هنا تعليل لهذا الاجتناب يبقى ده اسمه اطناب عن طريق التعليل عن طريق ايه عن طريق التعليل الغرض منه التعليل طيب رقم ستة التذيل ركز معايا في التذيل بقى التذيل عبارة عن ايه التذيل عبارة عن الحاق جملة بجملة تمام تاكيدا له تاكيدا للجمله اللي قبلها يعني انا عايز اقول معنى معين قلته في جمله معين جيت حطيت جمله كمان عليها بتاكد المعنى اللي قبلها ودايما الجمله الثانيه بتكون كلام عام وحكمه بتكون ايه جمله بتاكد اللي قبلها وفيها معنى من معاني الحكمه العامه طيب ادينا مثال لذلك تزيل قال لي هنا الحاق جمله باخرى لها نفس المعنى تاكيدا لها وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ها لما الإسلام جاء أو لما الدين جاء جاء الحق وزهق الباطل تمام؟ يعني الدين جاء وزهق الباطل طيب عبادة الأوثان جوا بعد كده ليه؟ إن الباطل كان زهوقا يعني دائما الباطل يزهق ويذهب وليس له إيه؟ لا يستمر على الدوام طيب إن الباطل كان زهوقا كلمة عامة لكن هو عايز يوصل ويقول جاء الحق وزهق الباطل ممكن كان يقف ذيل هذا الكلام جاء في نهاية الكلام في الذيل تذيل يعني جاء في نهاية الكلام جملة عامة تؤكد الجملة التي قبلها ودائما ما يكون فيها معنى الحكمة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق إن الباطل كان زهوق في نهاية الكلام ولا لا في نهاية الكلام يبقى اسمه إيه تزيل اسمه إيه تزيل طيب الجملة اللي قدامي دي معنى عام يؤكد الذي قبله وفيه معنى الحكمة يبقى على طول إيه أقول اطناب عن طريق التذييل طيب الغرض منه التأكيد طبعا تأكيد ما قبله طيب هات مثال تاني حكم القاضي ببراءة المتهم حكم القاضي ببراءة المتهم العدل أساس الملك شايف انت الجملة الأخيرة دي تذييل تذييل ليه جاي في نهاية الكلام طيب لما أقول لك إيه القاضي حكم برأ فلان العدل أساس الملك العدل أساس الملك دي حكمة عامة جملة عامة في نهاية الكلام تؤكد ما قبلها يبقى ده اسمه إطناب بالتذيل لتأكيد الجملة التي قبله ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ما احنا عاقبناهم عشان هم أخطأوا هو احنا بنعاقب حد إلا المخطئ آه عبارة عامة أكدت ما قبلها يبقى ممكن كان واقف على العبارة الأولى وخلاص الجملة انتهت احنا عاقبناهم عشان هم كفروا وبعد كده ايه؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ هل نحن نعاقب إنساناً إلا الإنسان الذي وصل إلى هذه المرحلة كلام عام أكد ما قبله ودائما ما يكون فين في نهاية الجملة تاخد بالك من النقطة دي في النهاية يبقى إيه تزيل يبقى دائما أول ما تشوف عبارة أو جملة ثم بعد ذلك يأتي في نهاية الجملة جملة أخرى تؤكد هذا المعنى وجملة عامة فيها معنى وفيها حكمة أو ليه إطناب عن طريق التزيل طيب والتزيل طبعا الغرض منه إيه التأكيد رقم سبعة التفسير رقم سبعة إيه؟ النوع السابع من أنواع الإطناب التفسير وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب تمام؟ يبقى هم آل فرعون بيعملوا إيه؟ بيعذبوكم عذاب شديد يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم شكل العذاب إيه؟ فسر سوء العذاب ده يسومونكم سوء العذاب فسروا عن طريق يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يبقى هنا تفسير أنا هعمل كذا 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 أنا هذاكر مذاكرة عظيمة، المذاكرة العظيمة ديت فسرها إن أنا هذاكر نحو وصرف ومش عارف إيه وكذا وبلاغة وهذاكر فيزياء تفسير. يبقى لما يجي واحد يقول لك أنا هعمل الحاجة الفلانية وبعد كده يفسر الحاجة ديت زي وإذا أنجيناكم يسومونكم سوء العذاب. إيه هو شكله إيه سوء العذاب؟ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يبقى ده عبارة عن تفسير لما قبله. طيب النوع الثامن من أنواع الإطناب الترادف الترادف لا تقل غير الصدق ولا تشهد بغير حد. الترادف عبارة عن ايه عبارة عن كلمة ولها كلمة أخرى نفس المعنى نفس المعنى أو جملة فيها نفس معنى الجملة التي قبلها يبقى مرادفة لا عارفين المرادف زي ما بناخد في القراءة مرادف الكلمة كذلك أيضا لما يجيب كلمة ومرادفة لازم في بعض أقول عليه إطناب بالترادف لا تقل غير الصدق ولا تشهد بغير الحق لما أقول لك لا تقل غير الصدق وما تشهدش بغير الحق. طب ما الاثنين نفس المعنى. يبقى ده اسمه اطناب بايه؟ اطناب بالترادف. يبقى تاخد بالك من النقطة دي. لا تقل غير الصدق ولا تشهد بغير الحق، اطناب بالترادف. ما أعظم الصدقة وإعطاء الفقراء. آه ما أعظم الصدقة وإعطاء الفقراء. طب ما هي الصدقة هي إعطاء الفقراء. يبقى ده اسمه إيه؟ اطناب بالترادف. تاخد بالك من النقطة دي. يبقى النوع الثامن اطناب بالترادف، يبقى الجملة ديت عبارة عن اطناب بالترادف والكلمة دي أعطاها الفقراء أيضا الجملة دي برضه اطناب بالترادف رقم تسعة من أنواع الاطناب الاستئناس بالحديث الاستئناس بالحديث يعني عارف أنت لما تروح تكلم مثلا اه تقف مع مدير الشغل مثلا اه ويكلمك كده ويتكلم معاك أو حد كبير مثلا أو اه منصب كبير أو حاجة وانت عايز تقف معاه شوية عايز تحكي معاه شوية بتعمل إيه بتبقى عايز تفضل تكمل تتكلم معاه كتير او احيانا حينما يكون الانسان يتكلم مع أه أه حد بيحبه مثلا فبيعمل ايه فبيتكلم معاه يقول له مثلا أه انا عايز الحاجه الفلانيه فيفضل بقى التاني يفتح في الكلام ويتكلم كتير عشان عشان الموضوع ما يخلصش عشان يفضل الكلام ايه الكلام يطول يفضل يفتح في الكلام عشان الكلام ما يخلصش تمام ولا بيبو بالاشاره يفهمه أه طيب لا تقل غير الاستئناس بالحديث، ايه الاستئناس بالحديث زي ما قلت لك؟ ان حد عايز يطول الكلام او عايز يفتح في الكلام كتير ومش عايز الموضوع يخلص فبيبدا انه يستانس بالحديث فيزود يطنب في الكلام، يطنب في الكلام الغرض منه ايه؟ الاستئناس بالحديث. طب ادينا مثال من القران الكريم "وما تلك بيمينك يا موسى" ربنا بيقول لسيدنا موسى إيه؟ "وما تلك بيمينك يا موسى" قال هي عصاي اللي في ايدي دي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى سيدنا موسى هنا عايز يعمل إيه؟ سيدنا موسى عايز يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى كلم الله عايز يتكلم وعايز يطول في الكلام يستأنس بالحديث مع الله سبحانه وتعالى فهو بيقول له إيه اللي في ده كان ممكن يقول قال هي عصاي ويسكت لكن هو غيب في الكلام قال هي عصاي أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى بستخدمها استخدامات ثانية طب هل ربنا طلب منه كل ده؟ ما طلبش منه كل ده ما سيدنا موسى أطال في الكلام ليه؟ استئناسا بالحديث مع الله سبحانه وتعالى كأنه أراد ألا ينتهي الحديث بينه وبين الله سبحانه وتعالى تمام؟ يبقى هنا هنا الغرض من الإطناب الاستئناس بالحديث تمام؟ فضل لنا رقم عشرة اللي هي الاعتراض الجملة الاعتراضية ركز معايا يلا ركز معايا عشان ناخد اخر حاجه معانا في انواع الاطناب اللي هو الاعتراض الجمله المعترضه الجمله المعترضه دي يعني ايه بيكون في جمله شغاله قدامي انا عايز اقول جمله معينه فبتدخل جمله في وسط الكلام بتتحشر في وسط الكلام بتعترض الكلام اللي انا بقوله طب بتعترضوا ليه اكيد لغرض بلاغي ايه هي الاغراض بقى البلاغيه بتاعه الاعتراض الدعاء لما اقول مثلا أنا عايز في شخص مثلا قال مقوله معينه تمام لما اقول ايه شخص قال مقولة معينة فبقول إيه؟ قال والشخص ده مات فبقول إيه؟ قال رحمه الله لا تفعل كذا. عبارة رحمه الله دي جملة المفروض أنا كنت قلت إيه؟ قال فلان مثلا كذا 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 كذا، لكن لما أقول قال فلان رحمه الله كذا 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 يبقى كلمة رحمه الله جملة معترضة. طب الجملة المعترضة اللي أنا دخلتها دي الهدف منها إيه؟ الهدف منها الدعاء. قال علي رحمه الله لا تفعل كذا 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 يبقى كان ممكن قال قال علي لا تفعل كذا لكن لما انا دخلت الجمله المعترضه رحمه الله من اجل الدعاء لهذا الشخص يبقى رحمه الله دي جمله على بعضها معترضه طيب ان الثمانين قال شع ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي لا ترجمان واحد عنده 80 سنه قاعد مع واحد ايه صغير في السن بقول له ان الثمانين يعني عمر الثمانين وبلغتها يعني ربنا بلغك الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان كلمة وبلغتها ديت اعترضت الكلام دعاء في وسط الكلام عشان ما عشان ما يسيبش النقطة دي وبعد كده كمل الكلام بدليل أن لو شلت كلمة وبلغتها هيفضل المعنى شغال معاي إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان لكن هو قال إيه؟ إن الثمانين وبلغتها يعني ربنا يبلغك إياها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان وبلغتها دي جملة معترضة اسمه اطنب الاعتراض الغرض منه الدعاء بندعي له إنه يفضل يوصل لسن الثمانين التنبيه اعلم فالعلم نور احكام الدين كاني بقول له اعلم احكام الدين بس في وسط الكلام قلت له اعلم فالعلم نور احكام الدين يعني اعلم احكام الدين يبقى فالعلم نور هنا التنبيه على ان العلم نور اطناب بالاعتراض ايضا طيب ممكن يكون الغرض من الاعتراض الذم لو ان الباخلين وانت منهم راوك تعلموا منك المطاله لو الناس الوحشه وانت منهم شافوك هيعملوا كذا كاني بقول لو الناس الوحشه شافوك هيعملوا كذا بس انا دخلت كلمه وانت منهم دي جمله معترضه الغرض منها الزم لو ان الباخلين راوك تعلموا منك المطاله جيت انا دخلت لو ان الباخلين وانت منهم برضه ممكن يكون الغرض الاحتراس الا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل ايه هو الاحتراس الاحتراس يعني ان انا عايزك آه خايفك يوصل لك معنى معين فباكد عليك بحط لك جمله معترضه كده عشان ما يوصلكش المعنى الفلاني. الشاعر هنا اللي هو آه لبيد بن ربيعه بيقول كل شيء باطل. كل حاجه في هذه الدنيا باطله، يعني عايز يوصل للناس ان كل حاجه في الدنيا فانيه او باطله. فقال الا كل شيء باطل؟ فحس ان الناس هتحس ان هو حتى بينكر الدين مع انه كان مسلم، فقال الا كل شيء ما خلا الله باستثناء ربنا باطل. وكل نعيم لا محالة زائل يبقى ألا كل شيء ما خلى الله باطل يبقى ما خلى الله هنا جملة معترضة كل شيء باطل إلا ربنا سبحانه وتعالى فأدخل لنا جملة ما خلى الله عشان يحترس حتى لا يصل معنى آخر احترس اوعى يوصل لك معنى أننا إيه حتى أنكر وجود الله سبحانه وتعالى ألا كل شيء ما خلى الله باطل كل شيء باطل وفي النص ما خلى الله اه اطناب بالاحتراس الغرض منه الاحتراس طب التعظيم التعظيم لما اقول قال الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه المفروض ان انا ايه قال الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ما قال الله تعالى معنى كلمه تعالى يعني تعالى يعني تقدس وارت وارتفع وعظم شانه كلمه تعالى ديت اطناب بالاعتراض دخل في وسط الكلام قال الله واقيموا الصلاه جيت انا قلت تعالى يبقى هنا يعني تقدس قال الله تقدس وتعظم يبقى هنا اطناب بالاعتراض الغرض منه تعظيم الله سبحانه وتعالى زي ما اقول قال رسول الله اية المنافق ثلاث لكن ممكن اقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى صلى الله عليه وسلم هنا اعترضت الكلام من اجل ان انا اصلي على النبي لما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك هنا نقول اطناب بالاعتراض الغرض منه التعظيم تعظيم الله سبحانه وتعالى او تعظيم النبي تمام؟ كده خلصنا العشر أنواع للإطناب تعال بقى ناخد الغرض من الإطناب هو هيقول لك إيه؟ حدد الإطناب في العبارة ونوعه هتقول بقى ذكر خاص بعد عام استئناس بالحديث ترادف تكرار والغرض منه الغرض من الإطناب لو لقيت ذكر خاص بعد عام يبقى ده نوع الإطناب هتحدد الإطناب في كلمة كذا نوعه ذكر خاص بعد عام أو عن بعد خاص طب الغرض منه الاهتمام بالخاص والتنبيه على عظم وأهمية هذا الخاص تمام؟ التنبيه والاهتمام بهذا الخاص تمام؟ طب التفصيل بعد الإجمال هتقول الغرض منه تفصيل وبيان كذا آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن أخان اللي فين في الثلاثة اللي هم الأخرين دول طب الغرض منه إيه؟ التفصيل وبيان السلاس التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ طب التزيل والترادف والتكرار الانواع ديت هتقول في الغرض منها هي تقول التاكيد التزيل ليه؟ عشان التاكيد طب الترادف ليه؟ بياكد الكلمه اللي جا الكلمه التي قبلها او الجمله التي قبلها طب التكرار ليه؟ ايضا بياكد الكلمه التي يكررها طيب عندنا التعليل والتفسير والاستئناس بالحديث دول على طول هتقول نفس النوع اللي قدامك ده هتقول نفس الكلام التعليل تعليل اللي كذا 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 تفسير تفسير لكذا اللي, اللي موجود في المثال، الاستئناس بالحديث استئناسا بالحديث مع الله سبحانه وتعالى زي في مثال سيدنا موسى. يبقى دول باختصار الغرض من الاطناب هتقول هنا ايه؟ اهتمام بالخاص تفصيل وبيان كذا، التزيل هتقول تاكيد، تزيل وترادف تكرار هتقول تاكيد، تعليل وتفسير واستئناس بالحديث هتقول نفسهم، تعليل هتقول تعليل تفسير تفسير استئناس بالحديث استئناس بالحديث وتذكر اللي موجود عندك في المثال. طيب عندنا اغراض ثانيه مع الاعتراض ده اغراضه خاصه بيه. طلب الاعتراض الغرض منه الدعاء الغرض منه التنبيه الغرض منه الذم الغرض منه الاحتراس الغرض منه التعظيم بكده نكون انتهينا من الحصة الأخيرة من دروس البلاغة لطلب الثانية ثانوي يا رب تكون المعلومة وصلت لا تنسونا من دعوة صادقة تنساش تشارك في القناة تفعل زر الجرس وتدعم القناة دعم قوي طالما أنت بتستفيد للأسف الشديد في عدد كبير من الطلبة بيسمع ومش بيشترك في القناة لا تنسونا من دعوة صادقة دمتم فى امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته